Hold this picture, hold this picture. He's our father with a lovely face. نحن في بلدنا والمعتدي يأتي عبر البحار ليغزو هذا البلد. فأي خيار بقي أمامنا؟ الحرب اقربت. قربت؟ اي يلا 17-3 قالوا يضربونا قسم قالوا 14-3 حتعلم يسكت الكش مدريج اذا الدنيا مقلوبة واحنا كل شي ما نعرف. والانحصار حرب والعراق محاصر، فالحرب واقعة على العراق. أما الحديث عن الحرب الأوسع من الواقعة علينا فنحن شفناه واجهناه. أنت الأمريكي! لو فصلت المعركة الحماسة مطلوبة، لأنه هي الرجال تدحج على بعضها. الأمريكي طلع منك كاميرا اجد يسعوني ما قبلت، قال لي وايقت لنا ورحت عفتها ورحت. امريكا كلها بريتها، امريكا تطلع من العراق، تطلع امريكا. حسن قوس الدوحي يرجع حسن اعزل، ما اقدر ابيع احنا الا بالقوه. لكن الديمقراطيه ما سوالف. زناني عمي اسمح لي اكثر من سنتين وعدمه. صدام اخذه. امان ماكو بالشارع، كل امان ماكو، توفير ماكو امان. موجود سلاح بالبيت بالسياره عادي. الامريكان يفتشون علينا بالسلاح مالتنا بالسياره، احنا ضامين ما يدلوا. اول بلد حضارات بالعالم، اخر بلد يستعمر بالعالم. هم باقوا يصير ظلم وتحرير عمي، دول استعباد على مواردك الطبيعيه وعلى مسائلك. والله جاي رباعي هاي الجريدة. صدام يتجول في بغداد. بابر معظم يعني صدام بعد عدل هسه حاليا ويتجول في بغداد. فجأة وجانا الصاروخ هنا ساعة بثمانية وربع تقريبا الصبح. هنا الناس قاعدة تتريق كل من ببيته. بعدين هاي بوقت يعني من صارت اي بيت تدخل لك القصينيه مال ريوق كلها مكشوفه والعالم الغارات. حتى لما يفوت منا برا الشاشات يعني هالشكل اللي موجه عليك. انا بالاصل شيء ابي عليهن هسه موجه الشاشه ما تعلي هالشكل. شنو لي ليش هالشكل؟ ما قد داعي يخاف مني، انا انسان بسيط ليش يخاف من عندي؟ قال اسويها احسن من 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 طوكيو. زين وين طوكيو؟ هسه احنا بغداد القديمه. خلو